السلام عليكم. مش عارف أقول وداعا شركة هواوي ولا إيه. فوجئنا في صباح يوم بخبر من وجهة نظري هو مشؤوم، بيقول إن شركة هواوي شكلها كده ما عادلوش لزوم بعد ما ترامب قفل عليها الهوا والنفس. وتعالوا نرجع ورا شوية نشوف مين هواوي دي. هي شركة صينية، شركة شبكات واتصالات وتقنيات بتصدرها لأمريكا. وجت فترة كده أمريكا ادعت عليها إنها بتتجسس عليها لصالح مين؟ لصالح الصين طبعا. لكن هواوي طلعت في مؤتمر ونفت الكلام ده، قالت إن الكلام ده ما حصلش والموضوع كان خلاص شبه إنه خلص ومات، لكن رجع تاني بقدرة قادر اتفتح من جديد. وقلنا هيعدي زي كل مرة، لكن الموضوع كبر ومعداش. يا ترى إن هواوي اتقدمت جدا في موضوع البرمجيات وبقت بتاخد حصة كبيرة جدا من السوق الأمريكي في مجال الموبايلات؟ مش عارف، أو فعلا سبب تورطها بشكل جامد في قصة التجسس دي. وهي أمريكا شايفاها بعين إيه؟ شايفاها إنها بتاخد من الشركات الأمريكية وتكبر وتدخل على السوق الأمريكي كمان تاخد حصة كبيرة منه وفي الآخر تتجسس عليها؟ لا يعني، لا أقفي بقى، نشوف أنت حكايتك إيه؟ ونعرفك حجمك إيه في السوق برضه، يعني بجرة قلم مننا ممكن ننهيكي. طيب تعملي إيه يا أمريكا؟ قامت أمريكا مطلعة قرار إن مفيش أي خدمات من أمريكا تتمد بيها شركة هواوي. فطبعا ده دايركت أدى إلى إيه؟ أول حاجة جوجل أعلنت مقاطعتها لشركة هواوي. يعني إيه إن جوجل تعلن مقاطعتها لشركة هواوي؟ معناها إن الجوجل بلاي مش هيشتغل تاني على الهواوي، يعني مش هينفع تبحث عن أي حاجة على جوجل، ولا هينفع سعادتك تدخل على الجيميل من هواوي، ولا أي تطبيق يخص جوجل هيشتغل على هواوي. فأصبح الهاتف في إيدك عبارة عن قطعة حديدة، ممكن تصور بيه، ممكن تستخدمه فيديو، ممكن تستخدمه عياقة برضه، يعني هيبقى شغال يعني. المهم إن القرار ده في الآخر تم تأجيله ليوم 19 أغسطس 2019. مش عارف هل هو قرصة ودن؟ والموضوع هيخلص بعد كده؟ ولا ترامب ناوي يحلبها هي كمان؟ ولا ايه القصة بالظبط؟ محدش عارف، كله لسه في المطبخ في أمريكا. بس اللي الواحد بيستعجب له وبيستغرب له ازاي الشركة العملاقة دي بحجمها وكبرها وجلالة قدرها في يوم بليلة كده ممكن ما يبقى لهاش وجود؟ ده ايه الجبروت ده؟ بصراحة انا فعلا زعلان، لان الشركة فعلا قوية. يعني انا كنت نسيت الايفون بعد ما استخدمت هواوي، وكانت هتنقل المستخدم بتاعها نقلة تانية خالص. صراحة مش عارف القصة هتوصل لفين، وادينا قاعدين ومنتظرين.